مين هدافين كأس الأمم لحد دلوقتي؟ يمكن التهديف بالنسبة للأهداف ضعيف شوية، يعني إيمانويل أوكري ده عنده هدفين من أوغندا، وأولونجا من كينيا عنده هدفين، ميكيل بوتي من بنين هدفين. يعني لسه يعني الموضوع صعب جدا، حتى عندنا منتخبنا لسه ان شاء الله محمد صلاح يشتغل وكل لعيبتنا تشتغل ان شاء الله في التهديف.